Look up, ابحث عن. تأكد من أنك تستخدم كمبيوتر ذكي. يوفر Look up خطوات بسيطة للنجاح في اللغة الإنجليزية. يفعل ذلك عن طريق استخدام نهج خطوة بخطوة واضح، وهو يقدم مجموعة واسعة من الأنشطة، التمارين والألعاب التي تحول دروس اللغة الإنجليزية إلى عملية ممتعة وداعمة. هنالك 6 مستويات. Look up 1، ابحث عن 1، يستهدف الأطفال من عمر 12 إلى 13 عاما. Look up 2، ابحث عن 2، يستهدف الأطفال من سن 13 إلى 14 عاما. Look up 3، ابحث عن 3، يستهدف من عمر 14 إلى 15 عاما. Look up 4، ابحث عن 4، يستهدف من عمر 15 إلى 16 عاما. Look up 5، ابحث عن 5، يستهدف عمر 16 إلى 17 عاما. Look up 6، ابحث عن 6، يستهدف من سن 17 إلى 18 عاما. انقر مرتين على مستوى البحث عن للوصول إليه. فلنأخذ Look up 1، ابحث عن 1 كمثال. يحتوي كل مستوى بحث على 12 وحدة. حدد وحدة من خلال النقر عليها. فلنأخذ Unit 1، الوحدة رقم 1 كمثال. كل وحدة تحتوي على 3 activities أو 3 أنشطة. هنالك مجموعة واسعة من الأنشطة مثل Odd One Out الفردية، الاستماع والكتابة Listen and Write، Click and Drag النقر والسحب، وغيرها الكثير. حدد نشاط. فلنأخذ النشاط رقم 1 Activity 1 Odd One Out الفردية كمثال. اقرأ واتبع التعليمات بعناية في بداية كل نشاط. انقر على زر سكور أو النتيجة لرؤية النتيجة الخاصة بك. انقر على زر سي أنسرز رؤية الإجابات لرؤية الإجابات الصحيحة. انقر فوق ستارت أجين ابدأ مرة أخرى لتشغيل مرة أخرى. انقر على السهم الذي يشير إلى اليسار في الجانب العلوي الأيسر من الشاشة للعودة إلى الوحدة.